شبان لبنانيون يمزقون صورا للأسد خلال مسيرة لسوريين، لنتابع. على وقع انطلاق الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة السورية، بدأت عمليات التصويت في السفارات السورية في الخارج، ومنها سفارة دمشق في بيروت، والتي شهدت شوارعها صدامات بين لبنانيين وسوريين. وسائل إعلام لبنانية أفادت بوقوع أعمال عنف بين شبان لبنانيين وسوريين موالين للرئيس السوري بشار الأسد شمالي العاصمة بيروت. وقالت المصادر إن شبانا لبنانيين أقدموا على نزع الأعلام السورية وتمزيق صور الأسد خلال مسيرة نظمها سوريون موالون للأسد يقطنون في لبنان. وأظهرت مقاطع فيديو تدافعاً بين اللبنانيين والسوريين سرعان ما تحول إلى تضارب وتكسير لزجاج السيارات، في حين تدخل الجيش اللبناني على الفور وطوق المكان. يأتي هذا تزامناً مع فتح السفارات السورية أبوابها أمام السوريين في عدد من العواصم العالمية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة السورية، فيما منعت عدة دول تنظيم تلك الانتخابات على أراضيها. ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، وهم عضو البرلمان السوري السابق عبد الله سلوم، والمحسوب على ما يسمى بمعارضة الداخل محمود مرعي، بالإضافة للرئيس السوري بشار الأسد الذي تشير الترشيحات لفوزه في ظل هيمنة الأجهزة الأمنية على العملية الانتخابية بحسب تقارير. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت في مناطق سيطرة الحكومة في 26 من الشهر الجاري، في ثاني انتخابات تنظمها الحكومة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد على مدار 10 سنوات. وحول هذا الموضوع أرحب من بيروت بمراسلة اليوم الزميلة ليال خروبي والصحفي حسين إبراهيم. مساء الخير لكما. أبدأ من عندك ليال، يعني بالبداية لو تضعينا في المشهد وعن حقيقة ما حدث بالفعل اليوم. نعم، يعني منذ ساعات الصباح بدأت تتوجه الباصات التي تقل الناخبين السوريين من مختلف المناطق اللبنانية وخاصة من مناطق البقاع ومناطق طرابلس وعكار، وقد شهدت هذه الباصات على بعض المسالك المؤدية إلى العاصمة بيروت اعتداءات من قبل مناصرين لأحزاب لبنانية، عمدوا إلى تكسير هذه الباصات وتحطيمها وتمزيق صور بشار الأسد. يعني بحسب ما قال هؤلاء الذين نفذوا الاعتداءات ان هذه الباصات كانت تبث شعارات استفزازيه، وقد استفزتهم الصور المرفوعه. ويعني اذا اردنا ان نحصر هذه الاشتباكات او المواجهات في ساحه سياسية الاشرفيه في بيروت، وايضا عند نهر الكلب، وايضا في عند اوتوستراد الناعمه الذي يفصل ما بين بيروت ومنطقه الجنوب. طيب ليالي، يعني حافلات منذ الصباح الباكر توجهت لموقع او مقر السفاره في بعبده، اليوم هناك حديث عن انه من ذهب في هذه الحافلات تم اجباره او ترهيبه للادلاء بصوته، هل لديك معلومات عن هذا الحديث؟ يعني تناولت عدد من وسائل الإعلام اللبنانية وأيضا ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات ومعطيات ومؤشرات تدل على أن هذه العملية الانتخابية لم تكن تتم بحرية مطلقة. يعني البعض قال أن هذه الباصات كانت في انتظار النازحين السوريين عند بوابات المخيمات، ويعني كان هناك عدد من الأشخاص الذين لم يسمحوا للنازحين بالتوجه إلى أعمالهم لكي يتلافوا عملية الاقتراع. وأيضا هناك معلومات تحدثت عن محاولة احتجاز حرية هؤلاء الناخبين، وأيضا تهديدهم بإحراق خيامهم، والبعض تحدث عن شهر السلاح في وجه من كان لا يرغب بالاقتراع. وبكل الحالات أساسا يعني أخذ هذا الموضوع الكثير من الجدل والنقاش بين اللبنانيين أنفسهم، وأيضا بين الأحزاب المناوئة للحكومة السورية التي طالبت
من يذهب بالاقتراع لبشار الأسد بأن يعود إلى أرضه طالما هو يؤيد هذه الحكومة التي تسببت بتهجيره من أرضه. نعم، وضحت الفكرة. جزيل الشكر لك ليال على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها من بيروت. مراسلة اليوم ليال خروبي، أنتقل للأستاذ حسين إبراهيم، عذرا على الإطالة وأهلا بك من جديد. اليوم أستاذ حسين، من تهجم على السيارات مزق الأعلام، هل كان ذلك مخطط أم عفوي؟ يعني ما نشاهده الآن على الشاشة كان هناك تجمع كبير. لا، لا يمكن أن يكون عفويا الاعتداء على يعني حافلات تقول ناخبين، لا يأتي هذا الأمر عفويا. ولو كان سيأتي عفويا لكان يعني لكانت حوادث يعني فردية ومحدودة جدا، لكن الطريقة التي حصل بها كما شاهدنا يعني هناك بعض التنظيم. من المعلوم أن جهة يعني جهات لبنانية تقف خلف هذه، وربما سورية أيضا لا أعلم يعني، لكن الجهة اللبنانية معروفة التي تقف خلف هذه الاعتداءات على، وهي اعتداءات مرفوضة بكل الأحوال يعني، مهما كان الرأي المعارض لبشار الأسد أو الموالي له أو هذا، مرفوض أن التعرض لناخبين يعني ذاهبين للإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن أي أمر آخر. من هي الجهة يعني أستاذ حسين؟ الجهات التي تقف خلف هذه طبعا هي ما يسمى يعني الممتطين لما يسمى ثورة 17 تشرين، ليس ثوار 17 تشرين الذين يعني الذين لهم مطالب يعني مطالبهم محترمة طبعا. الأحزاب السياسية التي يعني هي في السلطة، كانت في السلطة وما زالت في السلطة اللبنانية، ومع ذلك هي كما أيضا يعني تمتطي الثورة. يعني هؤلاء الـ يعني المعارضين لنقل لمحور إيران حزب الله يعني في المقلب الآخر من هذا المحور، يعني في لبنان هم القوات اللبنانية الذين يملكون ميليشيات أو الذين يملكون يعني عناصر تستطيع النزول إلى الشارع، وهم كانوا مسلحين في السابق، لا أدري إن كانوا الآن مسلحين، ولكنهم بكل الحالات لا يجرؤون على إظهار سلاحهم في الفترة الحالية، لكن هم يعني هؤلاء هم القوات اللبنانية وبعض الـ يعني القوى الأخرى الأصغر حجما. هؤلاء يعني يريدون هؤلاء لهم ولاءات أو لهم ارتباطات مختلفة يعني، هم في الإجمال لا يريدون عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا. أنا في رأيي أن الانتخابات تسهل يعني عودة النازحين. يعني حول هذه النقطة أستاذ حسين، حول هذه النقطة، المسؤولة الإعلامية في السفارة السورية ببيروت قالت بأنه من الممكن أن يمددوا فترة من يدلون بأصواتهم لأنه الأعداد كبيرة. بتقديرك يعني هل من المعقول من خرج من جحيم الحرب من سوريا يذهب بأعداد كبيرة ليقترع؟ هو يعني بتقديرك ما رأيك يعني ويرفض الخروج من لبنان؟ أنا أعتقد أن نعم لا يستطيع أحد في المقابل، وأنا أسألك أيضا هل يستطيع أحد على المجيء إلى نقل إلى مخيم للاجئين وجلب الناس بالقوة؟ أي يعني هناك هناك معلومات تتحدث عن ترهيب أو ترغيب، يعني يا إما إعطاء مال من يكون مسؤول عن هذه المخيمات ليرغب الناس أو ليجبرهم للذهاب إلى التصويت، خصوصا بأنه يعني هم بالعامية يقال ماسكينهم من إيدهم اللي بتوجعهم، يعني ما عندهم إقامة. يعني دعينا نتحدث عن الترغيب والترهيب، نتحدث عن الترهيب أولا.
ما الذي يملكه النظام السوري اللي نقول في لبنان حاليا من يعني وسائل لترهيب اللاجئين؟ ما هم على أساس أنهم هربوا منه إلى لبنان، أليس ذلك ما يقوله المعارضون للنظام؟ على أساس أنهم هربوا من سوريا إلى لبنان. إذا كان النظام يستطيع أن يفعل في لبنان أكثر مما يفعل في سوريا فهناك مشكلة، فلماذا السوريون موجودون في لبنان؟ فليعودوا إلى سوريا مدام هي ذاتها، يعني مدام في لبنان وفي سوريا يستطيع النظام أن يفعل ما يشاء فليذهبوا إذن إلى سوريا. لماذا هربوا؟ هون النقطة، ما الذي يمنعهم من العودة إلى سوريا؟ يعني باستطاعتهم الاقتراع في سوريا، لماذا يقترعون في لبنان ولا يعودون إلى سوريا؟ لا، أنا أقول لك في سوريا هناك وضع اقتصادي صعب، في لبنان أيضا، وفي لبنان أصبح أيضا الآن نعم أصبح الآن وضع الاقتصادي صعب، ولكن اللاجئ يفاضل. يعني في لبنان هناك التجارة، هناك عمل، هناك يعني إلى حد ما يبقى يعني اللاجئ هو يفاضل. بعض اللاجئين ربما فضلوا العودة، ربما عاد جزء من اللاجئين، هو النازح يفاضل. هذا في جانب الترهيب. الترغيب ليس قوة، لا تستطيعين أن تقول أن إذا يعني إذا الترغيب هو ترغيب، وبالتالي إذا المواطن يعني إذا المواطن السوري قبل بالترغيب ماذا نفعل له؟ ماذا نستطيع أن نفعل له؟ يعني ماذا نستطيع أن نقول له؟ لنقل رشوة يا ستي، قبل برشوة نحن فقط نستفسر، يعني نستفسر عن معلومات التي تصلنا. طيب هذه يعني هذه نحن لا نؤكد هنا، نحن نستفسر فقط، نستفهم، نتحاور. نعم، نحن نتكلم منطق، نحن نتكلم منطقيا. يعني هذه الأقاويل يستطيع أي كان أن يدلي بها، ولكن الدلائل هي عكس ذلك. طيب أستاذ حسين، بقي لدي القليل من هذا المحور، في سؤال أخير. اليوم ألمانيا وتركيا رفضتا قيام الانتخابات على أراضيهما. اليوم بنظرك أو بتقديرك اليوم، هل هذه الخطوات العملية يعني ما تأثيرها على العملية الانتخابية أو على الشرعية التي تلقيها الانتخابات السورية؟ لا لا، ليست ألمانيا ولا تركيا هي من تمنع الشرعية، كل الدول رفضت الشرعية. ولكن اليوم رفضتا قيام هذه الانتخابات أو تنظيم هذه الانتخابات حرفيا على أراضيها. كيف كل الدول؟ ربما لا، يعني ربما بشكل عام الدول، يعني الدول الأوروبية والغربية رفضت هذه الانتخابات. هذا لبنان أليس دولة وفيه مليون لا أنا أو مليونين؟ أتحدث عن الدول الأوروبية والغربية. كلها الدول الأوروبية رفضت، وتقولين ألمانيا، أنا لست لا أعلم. على كل حال نحن نتحدث عن التصريحات التي خرجت ترفض أوكي. هذه الانتخابات. اليوم تركيا وألمانيا رفضتا تنظيم هذه الانتخابات على أراضيها. لا تركيا ولا ألمانيا هما من تستطيعان منح أو حجب الشرعية. ربما هناك أمور لوجستية، ربما هناك أمور لوجستية، يعني مثلا ألمانيا لا تريد مثلا أن تعطي النظام السوري اللوائح باسماء اللاجئين، ربما انا افترض ولا اجزم. يعني ربما هي صرحت بانه ممنوع قيام او تنظيم الانتخابات على اراضيها. نعم، انا اقول لك انهم يعني يفعلون ذلك لاسباب انا اجهلها. ربما السبب انهم لا يريدون اعطاء لوائح ناخبين للنظام السوري، ربما يعني هناك موانع لوجستيه تحول دون اجراء الانتخابات. بالنسبه لتركيا اعتقد ان الموقف السياسي اكثر منه موقفا عمليا، يعني موقفا لنقل قانونيا او عمليا. بالنسبه لتركيا هو الموقف السياسي، هي تركيا معارضه للنظام السوري وبالتالي تمنع تنظيم الانتخابات، لكن هناك دول اخرى سمحت، سلطنه عمان مثلا، هناك دول اخرى سمحت، هناك دول منعت وهناك دول سمحت. بالاخير على كل الحال يعني العبرة هي في الانتخابات التي تجري في سوريا نفسها، يعني التي الانتخابات هنا في لبنان هي انتخابات خارج في كل الأحوال، يعني انتخابات لا تأثير على النتيجة الإجمالية، ولكن العبرة هي في الانتخابات داخل سوريا.
نعم، انتهى الوقت المخصص، أعتذر على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذا المحور. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت بها الصحفي حسين إبراهيم من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ما يحدث في الدنمارك.